جميل، هدف جميل لفريق نادي تبركان. أكيد احتفالية كبيرة بالهدف المسجل على بعد أكثر من 35 متر، يوجه قذيفة ويوجه طبعا تسديدة قوية. لاعب طبعا تابعه في الصورة، أكيد فرحة كبيرة بالنسبة للاعب فريق نادي تبركان لاعب مهدي بلطام. سدد كرة ولم تترك أي حظ بالنسبة للحارس طارق وطاح. أكيد كان هدف مفاجئ، كان هدف مفاجئ صراحة، وهدف جميل وجميل 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 جدا بالنسبة لفريق نادي تبركان. غيكون من بين أجمل الأهداف اللي غتسجل على مستوى منافسات كأس العرش بالنسبة لهذا الموسم.